يقول لك الهريس ما في مثله في الدنيا. طلبنا صحنين وقلنا له إذا عجبنا فعجبنا. أنا صورت كليت وصورت. شو اسمك؟ جمعة. جمعة. إيه نعم. تشرفنا أستاذ جمعة. ويعطيك العافية. الله يعافيكم. واللي بيتواصل معاه. هني. شو اسم المنطقة هذه؟ هذه المنطقة اسمها العيجة. 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 والولاية؟ ولاية صور. ولاية صور. إيه نعم. والنعم. يلا خلي الناس يجربون وبيون لك. هاي رقمك موجود. موجود. ما يحتاج. الهريس موجود. يلا يعطيك العافية. هاي شنو هني كل شيء موجود ها؟ هذا كل شيء موجود. يلا تحياتي. يلا الله يسلمك. وصلنا عند محمية السلاحف راس الجنز. وينك يا سلحفانة بنشوفك تبيضين. شلون تبيضين ما أدري عاد. يلا. طبعا هذا عبارة عن متحف بداية دخوليتنا ب3 ريال عماني الدخل التذكرة. وهاي مجموعة من السلاحف والبيض كيف البيض يفقس وكيف السلحفاة تمشي وتروح تدش البحر. طبعا نسبة كبيرة يأكلها النورس يأكلها الثعالب. شوفوا هذه التشكيلة حلوة. رأس السلحفاة طالع فوق. وهني منطقة راس الحد أول شاطئ تشرق فيه الشمس في الشرق الأوسط. سبحان الله هذا الموقع بالضبط. جميل جميل ما شاء الله. الحين بنرويكم قصة السلاحف وما أدراك ما السلاحف. أبو محمد تبغي شلون الريال يوم شرينا قلنا بنقيم قيم 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 الجابري لا ها فنان مع هذا الصالون فنان الصوص مالها رقم واحد. يا سلام هريس يا سلام. هريس دياي عاد قلنا له لحم قال ما. وهذا الباص اللي بيودينا حق السلاحف. طبعا الليت ممنوع الليت. هذا الليت خاص عشان السلاحف ما يتضايقون من الإنارة. اعذرونا متابعينا ترى إجباري اللون الخضر أو الأحمر في نشوف الطريق ونشوف السلحفاء. ممنوع منعا باتا تشغل كشاف الموبايل او اي ليت معاك علشان السلحفاء تستمر في بيضها تبيض. كان ماشي سلاحف وايد عشان كذي سوونا جروبين. يخلص الجروب هذا 5 دقائق يجي جروب ثاني. وحظنا كانت سلحفاء واحدة بس. طبعا هذا التصوير التليفون يعطيك نهار بس كيف يخلوك تصدق. لا لا عادي. محمد يعطيك العافيه حمد. ما قصرت حمد يعطيك العافيه ما قصرت. ابغى نبدا بس دقيقتين تعطيني عن السلحفاة هذه كم عمر لها تروح بين كم وكم. طبعا هذا النوع من السلاحف يعتبر الاشهر في العالم. السلحفاة الخضراء ممكن تعيش اكثر عن 80 سنه تقريبا. وسن البلوغ يبدا عندها من 25 سنه. لكن قبل وضعيه البيض تحتاج هجره لمده 3 سنوات. وين تروح؟ وين خلال ال3 سنوات هذه تروح تقريبا تقطع مسافات اكثر عن 3000 كيلو في المحيط الهندي. ممكن توصل قريب الصومال واليمن والهند و اي دولة مطلعة على المحيط الهندي ولكن ما تطلع في شواطئ الدول. كثير انت تبغي النسم مالها ايش كثر تغوص بدون نسم؟ طبعا طريقة التنفس اللي عند هذا النوع من السلاحف كل 5 ساعات تقريبا تطلع على سطح الماء. 5 ساعات؟ اي 5 ساعات تكون تحت الماء. بعد 5 ساعات تطلع فوق على اساس انك تاخذ الاكسجين وترجع مرة ثانية على هذه الطريقة يعني. كم بيضة؟ طبعا هي كل 3 سنوات تبيض الى حدود 6 مرات تقريبا. وكل مره تبيض فيها من 100 الى 120 بيضه تقريبا. هل تختار هي ساحل عمان هنا شاطئ الحد بالذات ولا وين تختار هي؟ طبعا هذا النوع السلحفاة الخضراء تعتبر واحده من اصل 5 انواع موجوده في السلطنه. لكن اشهرهم طبعا ما تطلع الا في محميه السلاحف براس الحد. لكن طول الشواطئ اللي ممكن تعشش فيها هذه النوعين من السلاحف أكثر عن 43 كيلو. وزنها كم؟ الوزن يبدأ عندها من 80 إلى يوصل حدود 250 تقريبا. ما شاء الله. وطولها طولها ما تقريبا متر؟ طولها تقريبا حوالي ما بين 80 إلى 120 أو 130 سنتي. أيوة يعطيك العافية. الله يعافيك. قصرت واسمح لنا. عفا عليك. حلو يعني المشاهدين بالهم قصير يبون نبذة كذي سريعة. يبشر ويبشر وطالما حياهم الله. ونتمنى أنهم يزورونا ويشوفوا هذا المكان على إن شاء الله. إن شاء الله يا جماعة تعالوا راس الحد
يسمون راس الحد. اي راس الحد بالضبط. ولايه شنو؟ ولايه صور. ولايه صور. وبانتظاركم محمد الحربي وراح ياخذكم جوله ان شاء الله وتشوفون فيها شيء يعجبكم. الجميل هذا. ومساله سهله طبعا بالليل عقب المغرب. هي طبعا جولات السلاحف او مشاهده السلاحف تبدا عندنا عند الساعه 8:30 بالليل. ايوه. وفي عندنا رحله صباحيه تكون الفجر عند الساعه 5. أيوة. لكن الفرصه اكثر تكون في الرحله المسائيه. جزاك الله خير. الله يسلمك عزيز. الله يحفظك. وهاي ملتجع سما في راس الجنز، ممكن تدشون على جوجل وتشوفون اذا عنده للايجار ولا لا. متابعيني، مثل ما انتم شايفين اللوحه والقوانين التزمنا فيها، ما بتنا على الشاطئ، بتنا في وسط المنطقه والبيوت، والصبح الساعه 6 ينا على الشاطئ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا وجوه الخير. صحينا بدري بس ما لحقنا عنا الشمس. احنا في شاطئ راس الحد. طبعا شايفين هاي الحفر، هذه ليش؟ هاي حفرة 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 حفر. هذه راس الحد، مقر بيض السلاحف هني. شوفوا بيض السلاحف، الحفر هذه كلها، كل حفرة تاخذ متر في متر ما شاء الله. طبعا ممنوع التخييم في هالمكان، ممنوع تقترب من الشاطئ. ليش؟ حفاظا عن تكاثر السلاحف وبيض السلاحف والأمور هذه. فإحنا بين البارحة بتنا هني ورا هذا الجدار، ورا هذا الجدار، وينا الصبح. قال من 6 الصبح من شروق الشمس إلى غروبها مسموح السباحة، ومن بعدها ممنوع تقترب من الشاطئ، لأن دائما سلاحف يبيضون هني. شوف كيف، شوف كيف محفرين. ها شوف كيف فرق كل حفرة شكور. أبو عبود اليوم حابب يسوي رياضة في هالمكان. حلو. وأول شمس تشرق في الشرق الأوسط في هذا المكان راس الحد، هذا شمسنا. سبحان الله، يعني تبغي تشوف الشمس قبل الناس كلها تيهني، تقول شمسي أنا شرقت، أنتو شمسكم بعدها ما شاء الله. شوفوا يا جماعة، أنا هني شكيت إن هني يبيضون فعلا، يبيضون السلاحف. فشفت القشر، شفت القشر، ولا أشوف هني. شوف هني النورس حافر، شوف حافر نطلع السلاحف. أبو عبود خلص رياضته الصباحية، وشوفوا شوفوا شلون كل شاطئ يختلف عن الثاني، كل شاطئ يختلف. عارفين هذا شنو؟ صدف. شوفوا كيف الصدف، هذا قنديل البحر، قنديل البحر. عندهم الليخ اللي هو الشبك اللي يدورون على السمك ويحاوطونه.
نوع من النوع الصيد هذا. شوف هذاك اللي واقف قدام يشوف السمك، شوف السمك اللي هو العومة أو البرية أو أي كان من السمك، بس أكثر الأسماك اللي تيجي على البحر شوف شاور شاور شاور. رزق هذا نصيبه، فر الليخ. شوف يفر الليخ اللي هو الشبك، يفره على شكل دائري يحاصر الأسماك، يحاصرها السمك، يحاصرها وبعدين يغرفها أو يتهيأ السمك يتشربك في الليخ وبعدين يشيله. خليج عمان وبحر العرب. خليج عمان وبحر العرب، هذا هذا بحر العرب وخليج خليج عمان هناك. زين المحيط الهندي تروح اميال داخل اميال المحيط الهندي غزر ما شاء الله. ايه ضبط. وهذا فريق الدراجات الرحالة ما شاء الله عليهم، نبغى نصورهم من قريب ان شاء الله نشوفهم قدام. ما شاء الله وصل ريوقنا على شاطئ الحد. شاطئ الحد، شاطئ السلاحف. شوف شوف السلاحف شو انتجت ما شاء الله. ها يا سلام، ها شنو خبز بوري؟ شكرا 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 شكرا. ايوه كرك تشربون شباب؟ ثلاثة كرك ما شاء الله. يلا نطرش لكم صورة المطعم هنا. هذا دال فراي هذا خصوصي، وهذا البراتة. يا سلام، يلا بالعافية علينا أبو عمر. يلا صراحة جماعة خوش مطعم، مطعم زقرتي، مطعم زقرتي زقرتي صراحة. هذا نصيبنا ويا أخواننا تبارك الرحمن، تحياتي لك. شفناهم في الطريق وصورناهم، بالتوفيق ما شاء الله عليكم ما شاء الله، الله يحفظكم إن شاء الله من كل شر. ان شاء الله حين اتجاهنا ان شاء الله من راس الحد الى وادي شاب تقريبا 120-110 كيلو متر. فشوفوا المساكن كيف ما شاء الله، الفلل كذي على كذي حلوه الفلة، كل واحد على بعد 50-100 متر بين بعض. الله جميله يا عمان ما شاء الله. الشاطئ كيف، البحر المحيط هذه ولاية صور الجميلة.
ما شاء الله، وهذا معلم جسر صور المعلق، ما شاء الله تحفة تحفة. يا سلام، كنا طريقنا ثاني لكن أصريت أنا، قلت لا نبغي نمر على الجسر هذا نلتقط بعض الصور. متابعين يحبون تشكيلات الجسور هذا مع البحر مع الأجواء هذه الجميلة، جزاكم الله خير. تفرجوا تفرجوا. قطعنا من رأس الحد إلى وادي شاب 110 كيلو متر، خذناها في ساعة وربع. فوادي شاب جميل 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 جدا. أنا ما عده رحلة ولا عده هايكن ولا عده غوص، أعد كل الصفات فيه. هو هايكنج وهو سباحة وهو سنوكري وهو غوص وهو قفز، وهو لازم كل شخص لو يعرف يسبح جزاكم الله خير. اللايف جاكيت مطلوب لكم. أنا حضرني قصة داخل واحد مرشد جاي شخصين آسيويين هو زوجته، ودنهم ليه داخل ما يعرفون يسبحون، لكن ملبسهم جاكيت والله بكفوا عليه، ملبسهم جاكيت وهو معتني فيهم، وداهم الشلال. شوفوا وين وصلت أنا، عشان تعرفون المرشدين والنعم فيهم أخواننا العمانيين في هالمكان هذا. وصلوا السياح واعتنوا فيهم اعتناء ما في منه صراحة. أنا بصوره لكم وبرويكم صورته جزاك الله خير، كذا مرشد مش بروحه بس، كلهم جزاهم الله خير. فتابعونا جزاكم الله خير، وشوفوا المكان الجيد والحلو والفوق الرائع. فلا تنسونا في المتابعة والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وتحياتي لكم إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.